امه حلو سايباه بيلع يولع في مراته ويولع في عياله ويطول شبشب واحده زي. اهلا بيكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه بنقدم العظه واهم درس ان احنا نتعلم من اخطاء غير. ايه الموضوع؟ وهل فعلا الواحد عشان يرجع مراته يحرق بيته؟ يعني هل ممكن الواحد يولع في مراته ويولع في عياله علشان ينتقم من مراته؟ طب ده كلام معقول؟ طب اولع في مراتي ليه؟ طب اولع في ولادي ليه؟ ما انا لو بحب مراتي مش اولع فيها، لو بحب ولادي مش اولع فيهم، هو العيشه بالعافيه. عشان نعرف التفاصيل بدعوكم الاول للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت اذاعه الحلقه. مصطفى راجل صاحب محل كبير من اكبر محلات الكشري في محافظه الشرقيه في بلبيس. الراجل متجوز ومخلف ومفيش مشاكل، وكأي خلافات بين أي زوج وزوجته في البيت بتحصل، وإحنا قلنا مفيش بيت بيخلى من المشاكل، مفيش بيت بيخلى من الخناقات، هو ده روتين الحياة، أو على رأي ماري منيف في أفلامها هو ده يعني الفلفل والشطة اللي بتدي للدنيا الراحة بتاعتها، وبعد الخصام والهاجر الصلح والجم، يعني بتبقى الحياة كده على الحلوة والوحشة، مفيش حياة حلوة على طول ومفيش حياة وحشة على طول. طيب اللي حصل ان الزوجة في وقت خلاف مع زوجها استفزته وقته طلقني، واحنا عارفين الزوج لما بيكون مستفز والزوجة بتستفزه ممكن كلمة الطلاق لما يكون هو اعصابه مش قادر يتملك منها ممكن يطلع منه لفظ الطلاق، ففي وقت زعل وهي بتقول له لو راجل طلقني، واكتر شيء صعب على الراجل لما الست تقول له لو كنت راجل. طب لو كنت راجل، طب ما انت مادام مش شايفاني راجل يبقى خلاص، يبقى تفريق، يعني خلاص انت طالق. فالكلمة دي احيانا الست بتقولها كنوع من الاستفزاز للراجل بتدفعه فعلا ان هو يطلق. يعني ما شفناش في اوروبا مثلا او في الدول اللي هي دول العالم الاول او دول العالم الثاني، ان احنا للأسف حتى مصنفنا دول عالم ثالث، يعني حتى في دول العالم الاول فرنسا ايطاليا امريكا مش عارف ايه اوروبا كلها، طب فين العالم الثاني؟ حتى مستقطرين علينا احنا نكون عالم الثاني، يقولك دول العالم الثالث. ما علينا، ما تلاقيش في اوروبا الزوجه تقول لزوجها لو راجل طلقني، ما سمعناش حتى في الافلام الاجنبيه الامريكاني ولا الافلام الفرنسيه ولا الاوروبيه نلقي الزوجه تقول له لو راجل طلقني، ما بتحصلش. دي بتحصل عندنا احنا بس في الدول العربيه، ان هي تستفز الزوج بكلمه لو كنت راجل طلقني، لو اللي على وشك ده شنب طلقني، لو انت شايف ان انت فعلا يعني مالي بيتك ومالي عينيا طلق، فكلمه مستفزه جدا. فراح الزوج قال لها وانت بتقولي انا لا ده انا راجل ونص، روحي وانت طالق. طبعا كلمه طلعت خلاص يمين وقع، لان مفيش هزار في الطلاق وفي خلاص. راحت لما هدومها وهي بتبكي، وانا ما اعرفش الزوجه ليه بتطلب الطلاق وبعد الطلاق بتبكي. انت طلبت الطلاق، المفترض بعد ما تطلقي تفرحي، لانه ده بناء على طلبك، بناء على رغبتك، بناء على امنيه عندك، ليه بتبكي؟ المهم لمت هدومها وخدت الاولاد وراحت عند بيت اهلها. اي واحده بتطلق بتروح بيت ابوها، يعني ده شيء طبيعي، يعني مش فراحت عند بيت اهلها هي واولادها. الزوج طبعا قاعد في المحل بتاعه بيفكر ايه اللي انا عملته ده؟ طب البيت اتخرب، طب عيالي اشوفهم ازاي؟ طب انا بعد كان عياله في حضني دلوقتي عشان اشوفهم بالمحكمه، انا عارف مراتي دماغها ناشفه وهزلني عشان اشوف عيالي، وابتدت الدنيا يبان تفاصيلها قدام عينيه. في الوقت ده قال طب انا هسيب مراتي تهدى اسبوع اتنين وابعت المراسيل علشان ترجع. وفعلا ابتدى يبعت المراسيل كل يوم، يبعت ناس يتوسلوا على الزوجة، خلاص يا ستي الراجل عرف غلطه، الراجل هيجي يبوس على دماغك، رغم ان هو مش غلطان. واحدة بتقول لي جوزها لو كنت راجل طلقني، راح طلقها، المفروض مين يعتذر لمين؟ انت طلبت طلب هو استجاب ليه؟ المفترض بقى لما يجي يرجع تكون انت هديتي وتقول ايوه انا اللي طلبت منه وهو ما حبش يزعلني فطلقني، استجاب لطلب. المهم بعت الناس وقال انا مستعد ابوس على راسها عشان خاطر الحياه وانا بحبها وعشان خاطر العيال، وانا مش هقدر استغنى عن العيال ولا هقدر على بعدهم. وانا هي قالت لا مش موافقه ارجع له خلاص، يعني خلاص. واحيانا العند، عشان كده قلنا العند بيورث الكفر. الست ممكن تبقى عايزه العيشه وعايزه الزوج، لكن العند والشيطان بيكون راكبها. وبقى لما يكون في يعني اصدقاء السوء او صديقات السوء اللي يقولها لا اوعى ترجعي له، هو كان يطول واحده زيك، هو كان يحلم بواحده زيك، هو يطول شبشب واحده زيك، لا 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 ده انت بكره تاخدي ست سيده. دول الناس اللي هم بيكونوا ف
فرحانين فيها وشمتانين فيها، بس مش عايزينها ترجع عشان تفضل كده في بيت اهلها ويبقوا مبسوطين ان هي بيتها مخروب زي ما هو بيتهم مخروب. بالفعل ما رضتش، فالناس قالوا له بقول لك يا مصطفى ريح دماغك، مراتك مش هترجع لك. يا جماعه العيال ومش العيال، قالت هي لو هي قالت لهم لو عايز يشوف العيال يبقى يجي ياخدهم يوم في الاسبوع خميس وجمعه ويرجعهم تاني. قال لك لا بس انا عايزها. فقال بقول لك يا مصطفى احنا عملنا اللي علينا ودسنا فيها وهي مش راضيه. فالزوجة خلاص انا هروح اراضيها وهي لو شافتني هتضعف وهترجع. وبالفعل راح خبط على الباب، فتحت له هي، العيال سلموا على ابوهم، يا بابا يا بابا. فقال لهم خلاص بقى تعالي احنا نرجع البيت تاني، وكفاية بقى كده، احنا منقدرش ان احنا نستغنى عن بعض، واحنا عشان خاطر العيال نعمل اكتر من كده. وبعدين مركز بلبيس على فكرة وحفظ الشرعية ناس طيبين، يعني مش اقول لك مركز مثلا يعني فيها عشوائي ولا لا، ناس طيبين فعلا. الزوجة رغم ان هو راح لغيت عندها واستسمحها وقال لها الطردة اللي انت عايزاها اعملها عشان خاطر انا بحبك وعشان خاطر العيال، الا ان هي رفضت رفض تام. وهو اكتشف ان هي حتى مش باقي على العشرة، ابتدت تقول له كلام اللي هو يدبحه كراجل، الكلام اللي هو يزعله كراجل، الكلام اللي هو يسيب اثر في نفسيته وما ينساهوش. فلاحظ ان هي بتعمل بتقطع كل الخيوط اللي ممكن في يوم من الايام تمتد والمية تجري المجاريها او المية تمشي في مجاريها. فحس ان هي خلاص بيع بيع. نزل وهو حس ان كرامته اتهانت لما قال لها بص في جراسك، حس ان هو اتهان لما لقى ان هي مفيش اي استجابة ليه، حس ان هو اتهان لما كانت بتقول له كلام جارح ومش راضي يرد عليها علشان يخليها ترجع. فكبرت في الموضوع في دماغه وابتدى يفكر ازاي ينتقم منها. فقال لك انا لازم اخليها تندم على اليوم اللي رفضت ترجع فيه او ان هي تحرمني فيه من عيالي. راح جاب جركن بنزين، وده برضو من الكلام اللي احنا بنقول عليه ان احنا مش زي اوروبا. في اوروبا الراجل لما يطلق مراته خلاص بيقعدوا مع بعضيهم، احنا كررنا الانفصال. طب العيال، العيال بقى بقمة الجمال عايز يشوفهم في اي يوم ينزلوا يشوفهم ويخرجوا معاه، واحيانا امهم اللي هي تنزل معاهم وتتفسح معاهم وتلقى في احتفالات عيد الميلاد تبقى الام متجوزة والاب متجوز وكل واحد عايش حياته. فاعياد الميلاد الراجل يجيب مراته ويجي، والست هي وجوزها والاولاد، وبيحتفلوا اسريا كلهم بعيد الميلاد. احنا عندنا كده في الكلام ده؟ ده احنا عندنا الاب عشان يشوف ولاده ومعاه موافقه بالرؤيه بالمحكمه والزوجه ما ترضاش، لان القانون ما بيعاقبش الزوجه اذا رفضت ان هي تبعت ولادها لابوهم عشان يشوفوا. ما فيش عقوبه على الزوج، بتبقى الزوج معاه حكم محكمه بالرؤيه والست ما تنفذوش، ولو الزوج اشتكى الام ما تعاقبش. غريبه. فالام بتتفنن في تعذيب الزوج باي شكل. طب دي ولاده وخليه يشوفهم يملي عينيه، تقول لك لا مش طلعني خلاص انا هخليه احرق قلبه على عياله. طب ما هو العيال برضو محتاجين يشوف ابوه نفسيا ومعنويا، والعيال يحس ان ليهم راجل اب. لا تلقى في بعض الزوجات يحرموا العيال من الاب انتقاما من الاب، وما يفكروش في مصلحه الاولاد. ولو ولد عيط تقول عايز بابا تضربه، اوعى تقول بابا تاني، بابا ده وحش، وتقعد تحفظ بيه ان ابوه ده يعني حيوان مفترس، يطلع الولد كاره ابوه ومش طايقه، رغم ان الاب احيانا بيكون في بعض حالات كتيره جدا احن على الاولاد من الام. يا جماعه الام حنيه غير عاديه، بس تلقى الام ايه؟ الولد بيلعب قدام التلفزيون ما تقولوش قوم ذاكر، الاب ممكن يضرب ابنه عشان يذاكر. هنا مين بيخاف على مين؟ الام اللي سايبه الولد قدام التلفزيون ومع الموبايل، ولا الاب اللي بيضرب ابنه عشان يذاكر؟ هنا الولد بالنسبة له أمه حلو سايباه بيلعب، أبوه وحش بيضربه. لكن لما بيكبر بقى بيعرف إن أبويا كان عامله على مصلحتي، الله يسامحك يا ماي، كنت زماني دلوقتي زي فلان وزي علان، أنا كنت شاطر، أنت اللي خيبتيني. فالولد الطفل في مرحلة ما بيبقاش عارف مصلحته فين، الحنية بتاخده لأمه، ما يعرفش إن مصلحته. عشان كده في دول الخليج بيخلوا الأولاد مع الأب، قانون يقول لك عشان الأب بيعلمهم الرجولة، الام يقول لك تربيه مره، عفوا في الكلمه يعني. فالاولاد بيطلعوا ما ياخدوش قرار ولا عارفين، وتبقى حالتهم كلها انسويه، مش اصحاب رؤيه وتفكير. لا للاسف الام بتقتل ولادها لما بتحرمهم من ابوه. طيب يعمل ايه الاب بقى ده؟ ومش عارف احنا امتى نوصل للطلاق بشكل ديمقراطي، يعني هنطلق طب الاولاد كام يوم والاولاد هنا كام يوم، طب نظام فلوسهم ايه ومصاريفهم ايه، ويبقى شكل حلو ويروح يزورهم وهم يزوروه بشكل ودي. لا هنا مفيش الكلام ده، هنا كله كسر رقبة.
الاب عايز يكسر رقبه العيال عشان ما يوريهمش لامهم، والام عايزه تكسر رقبه العيال عشان ما تور... وهكذا. طيب الاب بقى يعمل ايه او الزوج يعمل ايه؟ راح جاب جراكن بنزين وراح السحب على بيتنا سايبه وهم نايمين، وراح كب البنزينه في الشقه وراح مولع فيها وراح نزل. مين اللي صاب؟ زوجته، حروق من الدرجه الثالثه الى اولاد. طب انت كده اذيت مين؟ مراتك اللي بتحبها ولا اولادك عشقك؟ يعني احيانا يا جماعه الكره بيخلينا بنعمه على رؤيه دول ولادك. انت ولعت في مين؟ انت انتقمت كده، انت ولعت في مين؟ انت ما فكرتش ان كده انت كان ممكن ولادك يموتوا وهم حاليا دلوقتي هيعيشوا مشوهين، وزوجتك او طلقتك هتعيش مشوهه؟ هو ده انتقامك؟ يعني انت لما حرقت الست وحرقت ولادك انت كده استفدت ايه؟ دخلت السجن وهم هيعيشوا مشوهين وعمره، وخلي عذاب النار ده عذاب صعب، عمر العيال ما هيتفكروك، مش هيتفكروك غير بالكر، وهي هيزيد كرها ليك تاني اكتر. فاللي عملناه ده شيء غريب جدا. يا كل اب فكر في ولادك وفكر ان انت انسان وانت ابوهم، لازم تخاف عليهم مش تحرقهم. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.